أهلا بكم في مفاجأة الحقيقة يعني مدوية تاريخية، وكأن ربنا كتب على مونديال قطر ده يبقى تاريخي فعلا. عملوها المغاربة، عملوها أسود الأطلس، عملوها بكل قوة ورجولة، وده مش باعترافنا احنا، ده باعتراف الفريق الخصم الأسبان زي لويس أنريكي مدرب أسبانيا اللي خسر وقال الاختيارات كانت مسؤوليتي، اخترت أول ثلاث مسددين وكنت سأختارهم مرة أخرى ومن ثم قرر البقية من سيسدد، لكننا لم نصل للركلة الرابعة. بونو حارس مرمى كان أكثر من رائع اليوم، ده مدرب منتخب أسبانيا. أيضا الحقيقة هنالك لحظات بالمباراة شعرنا أننا نلعب ضد 12 لاعب، ده توريس على فكرة، توريس قدم ماتش النهاردة رائع فعلا فعلا. تفاجأت باللاعب رقم 8 في المغرب عز الدين أوناحي، يا إلهي من أين أتى هذا الرجل؟ ده لويس أنريكي بيقول على اللاعب اللي قدامنا ده المغربي عز الدين أوناحي، من أين أتى هذا الرجل؟ راموس ثاني أصغر لاعب يسجل هاتريك في الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ده ودي صورة بيليه أهو، لكن الحقيقة يعني بعد بيليه يعني، وده سر وضع صورة بيليه جنبه. مظاهر الحزن الشديدة كانت باينة على اللعيبة، ده بتكلم على ماتش النهاردة، بديل كريستيانو رونالدو راموس أول هاتريك في كأس العالم قطر، إنه ماتش البرتغال وسويسرا انتهى 6-1 6-1، مش مفاجأة على فكرة خالص بالنسبة لي يعني، كنت متوقع بس مش كده. أهو هل يستطيع المغرب تخطي عقبة البرتغال؟ لأن بالنتيجة دي المغرب هتقابل البرتغال. أنا عندي أمل كبير جدا إن المغرب بالنسبة لها البرتغال تبقى أفضل يعني أسهل. النتيجة بتاعة الماتش انتهت 6-1. على أي حال مظاهر الحزن كانت بادية النهاردة على تحياتي، والله تحياتي للعالم ده. وخلي بالكم الملك المغربي نزل الشارع واحتفل مع المغاربة في الشارع زي ما هنشوف بعد شوية كده، احتفال بتاع شارع يعني، احتفال شارع. على أي حال مفاجآت المونديال بتتوالى زي ما قلنا، والأسود بتوع الأطلس كتبوا تاريخ النهاردة ونجحوا في إقصاء الماتادور الأسباني بركلاته، وبكده منتخب هولندا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا وكرواتيا والبرازيل، وطبعا معنا هولندا، معنا قصدي البرتغال والمغرب. الحقيقة أنا يعني كان الله في عون ضيوفي، خليني أقول الكلمتين دول، كان الله في عون ضيوفي النهاردة، الأستاذ زفران المؤذن مراسل فرانس فوتبول، والكابتن ناصر صادق الحكم الدولي وحارس المرمى السابق، كان الله في عونهم. خلينا رحب بيهم الاول قبل ما قبل اي حاجه احيي شجاعتهم. انا انتظرت النهارده انهم يعتذروا، كابتن زفران الله يقول مثلا عندي برد، كابتن ناصر يقول عندي انكل رجلي حصل فيه حاجه، انما جايين فما شاء الله. خلينا احيي الاساتذه. كابتن ناصر اهلا بيك. استاذ محمد انا قلت الجماعه يعني النهارده الاستاذ محمد هيعمل حفله علينا اكتر من الحفله بتاعت فوز المغرب. طبعا طبعا الاستاذ زفران المؤذن مراسل مجله فرانس فوتبول اهلا بيك. محمد ما تقدر تحفل عليا لاني انا توقعات كانت سليمه. لا لا قلت البرتغال ستتاهل، وقلت بالنسبة للمغرب 50-50، وإذا كانت هناك من مفاجأة فسوف تحديثها المغرب. طيب على كل حال التكنولوجيا وفرت لنا ايه يا استاذ ناصر؟ وفرت لنا التسجيل، نرجع للتسجيل. الفار الفار بتاعنا، الفار بتاعنا، برافو عليك. بس ناصر قال سويسرا. ما هو كابتن ناصر على فكره اقول لك حاجه، انا لو الماتش اتعاد تاني اقول سويسرا برضو، الماتش خد بالك ما يغرقش الست. طب خلينا يا كابتن ناصر خلينا بس، وانا كمان وكمان استاذ محمد كان في سبق امبارح قلت انه رونالدو سوف لن يبدا المباراه وسوف تسحب منه، ده احنا لا كابتن زفر الله احنا هم اللي قالوا، انت قلت ممكن احنا قلنا عندنا خبر ان رونالدو مش هيلعب بكره اساسي. هذا بالنسبه بالنسبه لشاره القياده، انما قلت لن يبدا برونالدو
المباراة وفعلا لم يبدأ رونالدو. طب خلينا المباراة. خلينا خلينا نبدأ الأول بتوقعاتكم وبعدين نبدأ الحفلة، نبدأ الفقرة نشوف كده توقعات الضيوف العظام اللي نورونا. أنا توقعت ماتشين غلط والأستاذ زفر الله توقع 1-1 يعني من غير ما نشوف، عشان لو حبيت يعني على طول قفل ادخل في الموضوع على طول. أنا والله بحبك والله بحبك كابتن ناصر. أنا سعيد إن توقعي خاب بالنسبة للمغرب، سعيد جدا. لا ما أنتوا الاثنين للأمانة قلتوا نتمنى المغرب تفوز، أنتوا الاثنين قلتوا كده. لكن أنتوا الاثنين قلتوا المغرب مش تفوز. يا أستاذ محمد أنا عايز حضرتك تبص على إحصائيات المباراة، هل تعلم إن نتيجة الاستحواذ للمغرب 20% فقط مقابل 63% المباراة يعني شوف توفيق ربنا يا كابتن ناصر. كابتن ناصر لو سمحت لو سمحت توفيق ربنا لو سمحت لو سمحت ما هنيجي بقى لحكاية توفيق ربنا دي. لو سمحت ننظم الأول وقتنا كده ونسمع صوت حضرتك وانت متألق مبارح وصوت الكابتن زفر الله وهو متألق مبارح وبعدين نبتدي نعيد بقى. اتفضل اتفضل يا أستاذ. أنا توقعي عكس يبقى بغريب شوية عن الناس، يعني أنا متوقع سويسرا تفوز على البرتغال، يعني ناس كتير يقول لك البرتغال بس أنا متوقع بني توقعي. أنا مبسوط على فكرة السبب عشان بكرة لما يخيب التوقع ده وبنسبة كبيرة أبقى أنا عارف أكل عيش معاك يعني كويس. يعني أنت متوقع بكرة سويسرا تفوز على البرتغال؟ هو الطبيعي الناس كلها هتقول لك البرتغال، بس هو دلوقتي إحنا بنتكلم عن الواقع. الواقع حاليا فريق سويسرا أنا شايفه فريق الواقع من وجهة نظرك. من وجهة نظري طبعا. بعدين فريق سويسرا فريق ليس جديدا على أن هو يفوز على الفرق الكبرى. أنا أتمنى فوز المغرب كلنا، لكن يعني أتوقع فوز إسبانيا، لأن المغرب آخر مباراة يعني بصراحة ما يعني ما حسستنيش أن هي لو لعبت فريق كبير ممكن تفوز أمام كندا. كابتن ناصر يعني واضح ان مستوى الثقه اللي انت كنت فيها ما كانش فيها وليد الركراجي بتاع مدرب المغرب. يعني انت كان عندك ثقه للنتيجتين الماتشين، من اين اتت هذه الثقه؟ بس الارقام يا استاذ محمد، الارقام انا بكتب بكلم انا رجل بتاع ارقام. طب ما الارقام كانت تقول ان السعوديه تفوز على الارجنتين، الارقام كانت تقول تونس تفوز على فرنسا. بص اقول لحضرتك حاجه، النهارده الارقام اساسا في المباراه، انت عارف النهارده المغرب لم تتفوق الا في حاجتين، الفاولات ارتكبتها اكتر من الركلات الحره، اكتر من اللي هي المخالفات يعني اكتر من اسبانيا، وضربات الترجيح. وضربات الترجيح دي غالبا بتبقى فيها توفيق كبير وجوده حارس المرمى بتلعب فيها دور، وانا سعيد بده والله انا سعيد. ما احنا عارفين انا كنت قاعد على فكره، انا كنت قاعد على فكره بعد يمكن في المدرج وكان جنبي الكابتن عصام الحضري، وبعد المباراه قعدنا نهيص ونفرح والفيديوهات موجوده على السوشيال ميديا، فاحنا سعداء كلنا بهذا. لكن لما تيجي تكلمني على الواقع، اسبانيا النهارده عملت كل حاجه الا الاجوال في الماتش يعني حقيقه يعني، وانا كنت سعيد بده. لكن الطبيعي اسبانيا لو المباراه مشت بطبيعتها على حسب الارقام، انت عارف ان اسبانيا النهارده عملت رقم قياسي في التمريرات، وصلت 1500 تمريرة في المباراة، ده رقم قياسي نتيجة سيطرتها. طب معلش يا كابتن ناصر، الكابتن لويس انريكي قال بالنص كده انه او كما زي يعني اتدرب على 1000 ضرب الجزاء، ومع ذلك شفنا خيبة بالويبة في اول 3 ضربات، ما هو تفسيرك؟ تفسيري في عنصرين انا قلت لهم امبارح في ضربات الترجيح، ضربات الترجيح وضربات الجزاء بشكل عام. يعني ضربات الترجيح بتعتمد على التركيز والثقة بالنفس والخبرة. فريق أسبانيا واضح النهاردة أنه كان في حاجة مهزوز، بدليل أن الفينش بتاعه قدام المرمى كان مش مظبوط. يعني فريق منتخب أسبانيا كان عنده العديد من الفرص النهاردة، لو في تركيز وفي لاعب عنده خبرة ولاعب فعلا اللي هو بيسموه فايتر في التهديف كان يخلص الماتش في لا معلش ما نقدر أقول لك، ما نقدر أقول لك في آخر 20 دقيقة او اخر الوقت الحقيقي ثم بعد كده الوقت الاضافي، لو ان المغرب تملك راس حربه مكان اللي نزل ده هو اللي ضيع انفرادين كان ممكن المغرب تنهي الماتش ده قبل ضربه الجزاء. لعب سامدوريا تقريبا. ايوه طيب اروح حضرتك حاجه هم دي كانت هجمات مرتده ماشي ماشي بس كانت محتاجه ماشي بس كانت محتاجه مهاجم زي نيمار، مهاجم زي مبابي، محتاجه واحد زي محمد صلاح من الاخر، محتاجه محمد صلاح ما بيرجعش الا في جوه الشبكه. نعم انا مع حضرتك، ولكن
ولكن مشكله اسبانيا كانت اكبر، لانه ماسك الكره طول الوقت ومسيطر طول الوقت وبيروح على الجول طول الوقت وما بيعملش حاجه، نتيجه ان في خلل. احنا قلنا امبارح ان فريق الاسباني في مرحله تكوين، في مرحله اعداد اعاده بناء اسمها بسموها. لا لا معلش انا مختلف معاك كليا يا كابتن نصر، هقول لك ليه. لانه الاخر تغييرين نزلوا في اسبانيا كفيلين بانهم يغيروا نتيجه اي ماتش، ومع ذلك فشلوا. فالفشل هنا وضيعوا ضربات ترجيح. الفشل هنا متهيألي انا في وجهه نظري كابتن زفر الله هروح دلوقتي، الفشل هنا نتيجه ذكاء وعظمه تمركز اللعيبه المغاربه. خلينا نروح لكابتن زفر الله. كابتن زفر الله نسمع الاول تعليقك او توقعك وبعدين نرجع تاني. منطقيا وعلى الورق المنتخب البرتغالي صاحب التاريخ العريض، لان سويسرا ليس لها تاريخ يذكر لا في بطولة أوروبا ولا في كأس العالم، هذه حقيقة. لكن البرتغال كما نعلم حققت اللقب الأوروبي وهي مطمورة من يعني النجوم، يعني من أيام الستينات، من أيام زابيو. لكن أعتقد أن يوم غد كريستيانو رونالدو سينتفض وسيرد. إذا كان هناك من مفاجأة لتطل، آخر مفاجأة ستطل في كأس العالم هي فوز المغرب. لكن أنا أعتقد 50-50، يعني الميتادور الأسباني ليس رقما سهلا. زفر الله، أولا التوقع لم يكن كام 100%، أنت قلت 50-50. ما هو الوقت الأصلي الذهاب التعادل يعني 50-50. هايل هايل، لكن توقعت برضو أنه يعني 50 يعني تمام، لكن توقعت برضو انه رونالدو هينتفض. هل انتفض رونالدو؟ للأسف رونالدو وكأنه خروج من الباب الخلفي اليوم، وكأنه توديع حزين. لست أدري، هذه التراكمات تعكرت العلاقة، وهذا صحيفة أبولا البرتغالية التي في استفتاء اليوم فاجأت الجميع، قالت بأن 60 أو 65% كانوا يعارضون مشاركة رونالدو في المباراة من البداية. لست أدري ماذا يحدث، هناك قطيعة بين رونالدو وبين عشاقه، هناك قطيعة أيضا بينه وبين المدرب سانتوس، لهذا أعتقد أن رونالدو اليوم كان حاضرا غائبا. طب نرجع للمغرب الأول، ما هو تقييمك؟ الكابتن ناصر شايف أنه أسبانيا عملت كل شيء إلا التسجيل، أنا شايف أنه هذا ليس فشل من أسبانيا ولكن ذكاء في التمركز فريق المغرب، إلى أي الرأيين؟ أو لو حضرتك رأي لك رأي ثالث. أنا أعتقد أن الرجراجي الآن المغرب بصدد اكتشاف مدرب كبير سيكون له شأن في المستقبل. هذا المدرب عرف كيف يغلق كل المنافذ، لأن كانت هناك منافذ أغلق كل المنافذ، كان يلعب ورقة دفاع، هذا صحيح، لهذا يفسر، وهذا ما يفسر نسبة الاستحواذ 60%، وعرف كيف يسكر كل المنافذ. ثم الصلابة الدفاعية، يعني نجد الفريق يدافع بسبعة وثمانية لاعبين، ثم الهجم استخدم سلاح المرتدات، وكاد من مرتدتين أن ينال من شباك الحارس الإسباني. وكان هناك واضح بأن المنتخب المغربي عندما أدرك الربع ساعة الأخيرة من الوقت الإضافي كان أن يذهب إلى ركلة الترجيح، لكن أنه يعلم لديه ورقة رابحة اسمها يسبون هذا الحارس العملاق. كنا نتحدث بالأمس عن الحارس الكرواتي الذي سقط ترجيع اليوم، يكون عادة سيناريو. هو الصوت عندك في مشكلة يا كابتن زفر الله، بس أنا عندي سؤال ليك وأرجو أن الصوت يصلح. نعم. لأن أنا لو سألت السؤال ده هشوف حماس. نعم. منقطع النظير من كابتن ناصر، بس أنا هسأله لك أنت. نعم. عشان هناخد رد فعله يا كابتن ناصر. نعم، تسمعني الآن؟ أسمعك جيد. عندي سؤال بقى. طيب. النهاردة وأنا هشوف، أنا على فكرة كابتن ناصر أنت معانا على الشاشة، يعني أي رد فعل ليك محسوب. أوكي؟ في فار يا ناصر. أيوه، في فار. محمد يعني مرعب. بس ده أنا جاي لك، ده أنا جاي لك، ده أنا هخدمك دلوقتي، ده أنا هخدمك دلوقتي، والله. بس أنا رمي السؤال على كابتن زفر الله.
عشان انت متحملش مسؤوليته. كابتن زفر الله، نعم. النهاردة المغرب قدمت دفاع مستميت طوال 120 دقيقة، وتكلت النتيجة زي ما كنا فرحانين وعارفين بأنه ضربات الترجيح وصلت المغرب. ماذا لو أن العكس حدث؟ يعني ماذا لو أن الإسبانيا سجلت هدف في الدقيقة 119 أو في الدقيقة 116، وقد كانت سيحدث على فكرة، هل كنا هنحيي المغرب بالطريقة دي، ولا كنا هنقول يا عم انت جاي تلعب 120 دقيقة دفاع، يا عم انت ما لمستش الكورة؟ هل كانت وجهة نظرنا هتغير؟ بس للأمانة قدام نفسنا، قدام نفسنا يا كابتن زفران، ما الذي كان سيحدث؟ كنا هنشكر الفريق ولا كنا هنلوم على المدرب؟ لا طبعا كنا هنشكر الفريق، لأنك انت تلعب يعني سبق له أن فاز بكأس العالم، ليس من السهل أن تقف بكل ندية وتقارع المنتخب الإسباني. أتصور أنا كما ذكرت يعني الرجراجي عرف كيف يضع هذه المنظومة التكتيكية التي يعني خط الدفاع المغربي اليوم عبارة عن زي النادي الذي هو مغلوق بالشمع الأحمر، ما فيش يعني ولا واحد يقدر يدخل، فهذه قوة. ثم كما ذكرت يعني المغرب جاته فرصتين من مرتدتين كان ممكن أن يحسم، لكن أيضا إسبانيا، وهذه كرة القدم، حلاوة كرة القدم يعني أنت تحتاج إلى ذرة حظ، اليوم ذرة الحظ لعبت لمصلحة المغرب ولم تلعب لمصلحة إسبانيا التي جاءتها فرصة كان أن تحسم بها المباراة. طيب كابتن ناصر، يعني أنا مع نفسي بلعب دور الشيطان دلوقتي مع حضراتكم، يعني فريق وقف وراء حكيم زياش نفسه كان وراء مدافع، فأي كرة خطة مدرب بقى وطريقة معلش يا كابتن ناصر، ما هو أنت جاي مع أفضل فرق في العالم الدورة دي، من الماتش اللي فات ده من ماتش إسبانيا إلى نهاية كأس العالم، أنت ستلعب مع وحوش العالم في كرة القدم، هل هتلعب بنفس الطريقة دي؟ هو ما عندوش خيار، هو دلوقتي بعد نجاحها النهارده هيلعب بيها حتى سنه قدام، لان هو نجحت معاه الطريقه. وطبعا النهارده نجاح الطريقه دي يعني كان يعني بختلف انا شويه فيه، ان هو بقى الصلابه دفاعيه توفيق ربك، ان الكره بتاعه اللاعب الاسباني صحيح. بدل ما تتوجه للمرمى تقوم طالعه، تعرف الحاجات دي بتبقى عايزه التوفيق في 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 في, في السله بتاع الكوره، لو انت فتحت رجلك بره شويه كده بلغه الكره، كنا دايما انا عملت في التدريب فتره قبل ما ابقى حكم دولي، كنت اقول لي دايما للعيب حط رجلك لتحت مش لفوق، ما تفتحش رجلك، لان لو فتحت الكره بتعلى. وقد كان النهارده في الدقيقه 119 اللي حضرتك بتقول عليها كان في كره هدف جول، كره هدف لا محال سبحان الله، ولكن ربك عز وجل كان يعني بقدرته وارادته اراد ان يسعد الشعب العربي كله مش المغربي بس. وفي نقطة تانية برضو عايز أقول لحضرتك بصراحة، اللي احنا كنا بنتكلم فيه من كام يوم، الكابتن وليد رجراجي كل الرفع السما اللي حصل النهاردة، لو كان خسر كان ممكن يهاجم، أنا شخصيا ما كنتش هاجمه، كنت هقول إن هو قبل بلاء حسنا ووصل لأبعد نقطة ممكن يوصل لها منتخب عربي وأنا سعد بيه، ولكن في ناس تانية كان ممكن يهاجموه لأن هو اختار الطريقة دي، وكان هيقوله بمنتهى البساطة إن منتخب أسبانيا ليس هو المنتخب الذي فاز في كأس العالم 2010، وإن الفريق في عملية إحلال وتجديد، وإن الفريق لو أنت يعني هو بالضبط عمل زي ما عمل قدام منتخب كندا ووفق أمام منتخب كندا، وأنا كنت خايف من الطريقة دي، لأن الطريقة دي إذا عدت أمام كندا الضعيفة كنت خايف إن هي لا تمر دون خسائر أمام فرق قوية. الحمد لله النهاردة الطريقة مرت بسلام أمام فرقة إسبانيا، وإن كانت احتاجت لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح، لكن الموفق بونو النهاردة. طب هنرجع يعني لبونو بعد كده، هنرجع لبونو، بس خلينا نروح كابتن زفر الله. كابتن زفر الله، يعني أحيانا أنا بتكلم على رؤيتي وقد أكون مخطئ، كان المغرب النهاردة إما أبيض أوي أو أسود أوي، إما بيدافع أو عندما كان يمتلك أحدهم الكرة كنت ترى نوع من الفلسفة
أو نوع من التشليت، يا إما بيشلت كورة يا إما يقف على الكورة ويعمل كم غرزة وكم ترقيصة. ألا ترى معي إنه ما كانش في ضبط قوي للقصة دي، أم أني أنا غلطان ورؤيتي غلطانة؟ لا أعتقد أن هناك واقعية من المدرب، يعني هو المدرب أعتقد أنه أولا وضع التشكيل بناء على قراءة سليمة للمنتخب الإسباني، يعني قوة نقاط قوة المنتخب الإسباني، نقاط ضعف المنتخب الإسباني، هو اشتغل على هذه المواضيع الثلاثة وأصاب. معلش عيد لي الجزء الثاني. لا لا، أحيانا أثناء الماتش كنت بشوف لعيبة المغرب إما أبيض أو أسود، يا إما بيشلتوا الكورة أو إنه يقف على الكورة ويعمل حركات استعراضية بهلوانية، يعني ما كانش فيه حاجة في النص، فاهم؟ وصلك سؤالي؟ أنا كنت بشوف ده، أنا كنت بشوف ده وكأنه ما فيش حاجة ثالثة، يعني ما فيش إن إحنا مثلا نسحب شوية لقدام، ما فيش إن إحنا ننقل، كنت ترى الكرة لدرجة إن في لعيبة خبطت في بعض، يعني النهاردة كان في لقطة مغربي زق مغربي زميله من الجناح كده من الكرة اللي على الجنب، دفعه بإيده عشان ياخد هو الكرة وما خدهاش أصلا. ألا ترى معي إن ده كان فيه شوية غير التوفيق بتاع ربنا، إن ده كان فيه شوية عدم ترتيب، عدم تنسيق؟ هذا طبيعي جدا، حتى تونس لو يعني شاهدت مباراتها مع فرنسا كان أداؤها مشابها لأداء المنتخب المغربي، كان هناك حالات تشتيت للكرة، محاولة لإضاعة الوقت، أيضا استفزاز الفريق المنافس، هذا يعني يدخل في خطة اللعب، يدخل في الخطة التي يضعها كل مدرب. طيب كل انت بتقول لي، طب انت بتقول لي كابتن زفر الله ان المدرب المغربي استطاع انه يقرا نقاط ضعف المنتخب المدرب الاسباني انريكي المدرب الاسباني، هل قدر يقرا قوه المغرب ويتعامل مع الخطه دي؟ لو شاهدت الكرات العاليه الفضائيه يعني كان المنتخب الاسباني يعتمد عليها كثيرا، لكن المدرب الرجراجي يعني وضع لاعبين عندهم قامة طويلة، وأكثر يعني أكثر الهجمات الإسبانية تحطمت في على جدار أو على رؤوس المدافعين المغاربة، الكرات الفضائية ولا كرة فضائية عدت، يعني إسبانيا باستثناء تلك الفرصة التي لامست العارضة، نعم قائم وذهبت، يعني الحمد لله أنها مرت، ما شفنا يعني حاجات كبيرة، ما شفنا حاجات. ده جزء من أو فيديو لاحتفال جلالة ملك المغرب مع الشعب المغربي. أروح لكابتن ناصر. كابتن ناصر، بنتكلم على بونو. أنا الأول بونو الحقيقة قلقني لأنه ارتكب كم غلطة كده فيهم نوع من الفلسفة الزيادة كادت أن تؤدي إلى أهداف، لكن ربنا سترها. إنما في ضربات الترجيح رأيناه متألق جدا. سؤالي هنا، هل تألق بونو في صد ضربات الجزاء نتيجة قوته هو ولياقته الذهنية والبدنية، ولا الضربات أصلا كانت ضعيفة وخيبة؟ لا طبعا ضربات ترجيح، الضربات كانت ضربات جيدة، ده في الكرة اللي هو تصدى ليها اللي هي الأخيرة كانت في أبعد نقطة في المرمى، لا هو تصدى، هو كان عنده توقع جيد جدا، وانا كنت قاعد جنب الكابتن عصام الحضري زي ما قلت لحضرتك وسالته، قال لي هو بيعمل تكتيك معين كده بيفهمه الحراس، يعني بيساهم في تشتيت اللاعب اللي بيصوب الكره وبيخليه يتردد وهو داخل، فالتردد ده بيخلي الكره تطلع منه مش مظبوطه قوي، يا اما قوتها قليله يا اما بيحاول يغير اتجاهها في اخر لحظه فبتبوظ منه اللعبه. يعني اعتقد ان بونو النهارده كان موفقا وساعده على كده لياقته البدنية العالية وسرعة رد الفعل، لأن حارس المرمى سلاحه الأساسي في الركلات الترجيحية أو في ركلات الجزاء أو في أي تصويبة قريبة منه هي سرعة رد الفعل والتوقع. طبعا هو لو تلاحظ أن هو كل الكرات اللي هو راح لها هو يعني رايح مباشرة في الاتجاه اللي فيه الكرة، بعدين بيروح بمنتهى القوة بيجيب الكرة حتى لو في أبعد نقطة، يعني فطبعا ده يعني ده التوفيق من ربنا ويدل على ان امكانيات بونو امكانيات حارس مرمى
من الطراز العالمي، مع ان جسمه، مع ان جسمه يا كابتن ناصر مش زي مندي، مش زي مثلا الحراس الطوال قوي. لا طويل يا فندم، بونو طويل، بونو طويل. يعني بونو انت لو شفت طوله 195 سنتي ازاي. بونو ما شاء الله طويل، لكن هو جسمه رفيع شويه. ايوه، فيبان ان هو يعني جسمه أولي. مش كبير، اسمه 195 سنتي ما شاء يعني الله، اقترب من 2 متر ما شاء الله. ما شاء الله. طيب خلينا نروح للاستاذ زفر الله. استاذ زفر الله الحقيقه يعني، بس خلينا الاول في حاجه اللي حصلت. زوجة اللاعب اشرف حكيمي قالت قبل المباراه انها هتشجع المغرب بس هتفرح لو اسبانيا فازت. ادي اهو قلبي منقسم. زوجة اشرف حكيمي تؤكد انها ستشجع المغرب ولكنها ستفرح لو فازت اسبانيا لانها اسبانيه. كابتن زفر الله، ما هو تقييمك لاداء اشرف حكيمي وحكيم زياش؟ ممكن أعطيهم العلامة 8/10 و9/10، وخاصة زياش. يعني زياش كان يعني قائدا للمجموعة المغربية، يعني تحس أنه زياش يحكم، يعني يسيطر على النسق المباراة مع زملائه، وهذا مهم جدا. كل منتخب يحتاج إلى قائد. بتصوري في المقابل المنتخب الإسباني لم يعد له قائد كما كان قبل، يعني انتهى عهد، يعني عهد الذي كنا نشاهد فيه يعني راموس على سبيل المثال، راول فاليس، يعني لاعبون فرناندو هييرو. المنتخب الإسباني يعيش حالة إحلال، ولكن ينقصه هذا اللاعب القائد، the leader، اللي تسموه the leader. بالنسبة لأشرف حكيمي، هذا اللاعب صراحة مستواه يتطور بسرعة البرق، يعني اجتهدنا كيف أنه في باريس سان جيرمان اقتلع أنه أصبح لاعب أساسي، وكان وراء يعني عدد كبير من انتصارات فريقه، رغم أنه يعني يلعب في خط الدفاع، ولكن لاعب يقوم بدور هجومية. بالتالي أتصور أن المغرب اليوم بهذه الأرمادة، بهذه السنة الكتيبة من النجوم، هم من الجيل الثاني الذين عاشوا في أوروبا وترقعوا في أوروبا، أعتقد أن هذا ربما هو الذي سيكتب صفحات نجاحات الكرة العربية أول مرة. أنا لا أتصور أن مشوار المنتخب بعد اليوم سيتوقف في ربع النهائي. أنا طيب. راهن على هنيجي للتوقع ده كابتن زفر الله، بس روحنا كابتن ناصر. كابتن ناصر، نعم. الماتش في لحظات، خاصة في نص أو قبل رحيل الشوط الثاني، بدأ يتوتر جدا وبدأ يحصل احتكاكات عنيفة بين اللعيبة وبعضها. إلى أي مدى نجح الحكم بتاع ماتش النهاردة في أنه يصل بهذه المباراة اللي كانت واصلة لمرحلة من التوتر؟ أنا نفسي خفت أنها تبوظ أو المغاربة يعملوا حاجة تسيء لينا، لأن كان في عنف كده متبادل، الأسبان كانوا مستفزين قوي، حتى أني المعلق يعني طلب من حكيم زياش بأنه ما يتنرفسي وأنه ما يخرجش عن مشاعره. كيف ترى أن الحكم استطاع أنه يصل بهذه المباراة إلى بر الأمان؟ الحكم النهاردة من الحكام الممتازين جدا، فرناندو ريباليني، ده حكم أرجنتيني من الحكام اللي عندهم خبرة دولية كبيرة، يمكن بدأ التحكيم الدولي سنة 2014، والتحكيم بشكل عام بدأ 2006، يعني عنده تاريخ، يعني دلوقتي تقريباً 14 سنة ولا 16 سنة تحكيم دولي، تحكيم في مجال التحكيم، منهم يمكن 9 سنوات دولي أو 8 سنوات، فحكم عنده خبرة. ثانياً، كل الحكام اللي بيتم اختيارهم لكأس العالم دول بيمروا على حاجات، يعني لو أي حد مر عليها وهو مش حكم بيبقى حكم. يعني أنا شخصياً أزعم إن أنا كنت يعني حكماً دولياً مساعداً قبل ما أروح معسكر يتم اختيار ضمن حكام كأس العالم 2010، وأروح معسكرات الفيفا. أنا أول معسكر حضرته كان 2008 في سنغافورة، مستواي كان حاجة، وبعد 2008 كان حاجة تانية خالص نهائي. شفت حاجات، أنواع من التدريب لم أراها في حياتي، وتم هذه التدريبات طورت مستواي بشكل كبير جدا. الحكام الأمريكان أو اللاتينيين بالذات عندهم متعودين على اللعب العنيف ومتعودين على المباراة. لكن انت ما قلقت ازاي يا كابتن ناصر؟ معلش انا اسف في المقاطعه، لكن انت ما قلقت ازاي في فترات في الماتش كده في الاخير
بانه الماتش تحول الى في خبط عنيف، في توتر، في شد مع اللعيبه بينهم اللعيبه وبعضها؟ لا خالص. بص خالص. في كاس العالم، في كاس العالم يا استاذ محمد محدش يقدر يعمل اي حاجه. ليه؟ اي تصرف ولو بسيط هيتم في بسموه ايه، ما احنا شفنا يعني مقصد. ما احنا شفنا اللاعب اللي ضرب الفار ده اللي وقع الشاشه، وشفنا حاجات يعني. لا ما النتيجه ايه يا فندم؟ النتيجه في تحقيق دلوقتي في الفيفا مفتوح مع فريق الرجواني، والعقوبات زي ما قلت لحضرتك طيب. عقوبات جسيمه. طيب المساله مش يعني انت كده. كنت مطمئن ان حكم النهارده هيوصل الماتش لبار الامان. خليني اروح للاستاذ زفر الله. مطمئن لاخر البطوله، ما مش حد يقدر يتكلم. استاذ زفر الله لانه كلهم محترفين. طيب. انت عارف لاعب محترف زي ده، انت فاكر سواريز لما عض اللعيب في 2014، عض منافسه الايطالي كليني، حصل ايه؟ سواريز قعد عده اشهر في البيت، قعد في البيت. طيب يعني انقذه وقتها انه تعاقد مع برشلونه. وصلت فكرتك كابتن ناصر. اروح لكابتن زفر الله. كابتن زفر الله، الا ترى معي وقد اكون مخطئ، انا بطرح سؤال، ان البدائل في المنتخب المغربي لم تكن زي الاساسيين، بينما البدائل في المنتخب الاسباني كانت رهيبه؟ فعلا بدائل المغرب يعني تنقصها الخبره. الفريق الاساسي يعني تقريبا بنسبه 80% كل العناصر لديه الخبره، لانهم يحترفون في دوريات كبيره، يعني يحترفون في انجلترا، في فرنسا، في المانيا، في اسبانيا الى غيره. لكن بالنسبه للبدائل يعني الرجراجي لابد ان يجد الحلول فعلا، ولابد ايضا هناك مشكله اخرى مستعصيه، الهداف. ايوه ما انا كنت لسه هاجي لك. اسمه ايه اللاعب الهداف اللي نزل راس الحربه، نزل في الاخر اللي ضيع انفرادين ما يضيعوش؟ نعم ضيع، مش فاكر اسمه، بس ضيع فرصتين لا تضيع، اغرب من الخيال يعني. غريبه. كورتي كان ممكن يحسم المباراه. صحيح. المغرب تفتقد الى هداف، ليست لديها هداف. هي تعتمد دائما على الحلول الفرديه، الحلول الفرديه من زياش، من حكيمي، مزراوي، يعني احيانا بوفال عندما يكون في احسن حالاته، لكن الهداف الصحيح لا يوجد. اذا المغرب تفتقد الى دكه احتياطي، الى مخزن احتياطي، وبالتالي اللعيبه اللي لعبت النهارده دي اللي اجهدت هي كابتن ناصر اللي هيقابل البرتغال. هل تعتقد ده يكون معوق يا كابتن ناصر؟ فندم بالعكس، المغرب عندها دكه بدلاء كويسه جدا. فين؟ بس ما شفناهمش. فين فندم؟ ما شفتهمش عشان هم مش موفقين. يعني مثلا اللعيب اللي ضيع ده اعتقد وليد شديره تقريبا. ايوه شديره. صحيح. ده بيلعب في باري الايطالي. انت بتتكلم على حمد الله قاعد بره ليه؟ انت حمد الله ممكن في نص فرصه يجيب لك جول، ما بيلعبش في دوري اوروبي لكنه لعيب هداف من الطراز العالمي. عبد الرازق حمد الله وجيه بعد مشكله. عندك البديل عبد الصمد الزلزولي نزل في الدقيقه 66 لم يكن موفقا، بيلعب في اوساسونا الاسباني. عندك اللي لعب مثلا يحيى عطيه اللي هو بيلعب في الوداد مثلا، جواد اليامق نفسه بيلعب في برضه في فريق. فاعتقد الفريق المغربي عنده المحترفين على دكه البدلاء لا يقل مستوى، لكن طب هو السؤال هناك عدم توفيق وهناك تاثر بخطه المدرب. في بعض الاحيان المدرب بيقول له اعمل امشي في الحته دي وما تعديهاش مثلا، يعني على حد علمي المكان بتقلنا، فاللعيب ما بيعديش الحته، الناس بيفتكروا ان هو وحش. لا هو مش وحش، هو تعليمات مدربه كده. وفي بعض الاحيان توفيق في اللمسه الاخيره، يعني شديره ده في اللمسه الاخيره عنده سيئه جدا، يعني يجري النهارده في كوره جري بها من نص الملعب وما شاء الله طوله 187. ايوه بالظبط، حاجه جميله جدا. وجا في الاخر وعمل حاجه غريبه قوي اللمسه. بص هنا بتبقى في عده عوامل، كوره جري بها من نص الملعب وما شاء الله طوله 187. ايوه بالظبط، حاجه جميله جدا. وجا في الاخر وعمل حاجه غريبه قوي اللمسه. بص هنا بتبقى في عده عوامل، هو طبعا مش تعبان لانه نزل في الدقيقه 83، يعني مش تعبان، انت بتلعب بقالك ثلث ساعه بتلعب، لكنه عنده حاجتين، عدم ثقه في النفس وعنده اللمسه الاخيره سيئه. الاثنين دول، وانا قلت لحضرتك من شويه دي مثلا لو لاعب مثلا زي محمد صلاح كان عملها وهو مغمض كده جت جول. طبعا في لعيبه كتير، يعني انا ازعم مثلا في الموقف ده لو كان حمد الله موجود كان جاب جول. لو في الموقف ده حمد الله جاب جول على طول. فهو ساعات في بعض الاحيان بتبقى تعليمات المدرب. عبد الصمد الزلزولي لو لعب بنفس مستواه اللي لعب بيه اول ما طلع في برشلونه وعمل
يعني ضجه كان ممكن نشوف. لكن عبد الصمد الزلزولي في البطوله دي بيعاني، عنده مشكله، مشكله ايه مش عارف يعني. بعد ما تراجع مستواه مع برشلونه وبرشلونه اضطر يسيب اوساسونا، رجع مستواه بشكل، مع ان هو المفروض دي تديله دافع ان هو يتالق في اوساسونا ويثبت نفسه في كاس العالم عشان برشلونه يكسب. يعني انت ترى انه المغرب تفتقد الى راس حربه له لمسات ساحره او لمسات ايجابيه، ولكن لديها مخزون احتياطي. طيب وفي نفس الوقت كمان، وفي نفس الوقت في حاجه، انا دلوقتي كمدرب بلعب على الهجمه المرتده، المفروض اختار بقى اللاعب اللي لما تجي لي فرصتين في المباراه يجيب. ما انا بقى عايز انقل بقى كابتن ناصر للماتش البرتغال، اللي هو ماتشنا مع البرتغال، ماتش المغرب مع البرتغال، وده سؤال لحضراتكم عشان ننقل للماتش اللي بعد كده. كابتن ناصر، انا شفت بوفان، يوسف بوفال، وشفت لعيبه كتير اجهدت في الملعب النهارده اتطحنت. هل تعتقد انه ده هياثر على ماتش المغرب والبرتغال كابتن ناصر؟ لا ما اعتقدش، ده لعيبه محترفه، واللعيب اللي يقول لك انا يا رب نتمنى كابتن. انا شايف يا فندم، هم المغرب دلوقتي واخده دفعه تخليهم يفوزوا مش بكاس العالم، تخليهم يفوزوا بكاسين عالم. ايوه الدفعه اللي خدتها النهارده. كابتن ظفر الله، هل تعتقد ان اجهاد اللاعبين النهارده والمجهود الفظيع اللي عملوه هياثر على ماتش البرتغال؟ بالتاكيد، لان منتخب المغرب انفق جهدا كبيرا جدا. صحيح. اليوم صحيح، سواء على مستوى الدفاع، وخاصة الدفاع هو الذي تحمل العبء الأكبر في هذه المباراة. يعني 70% يعني تحمل خط الدفاع والحارس معاهم، لكن الهجوم اليوم كان عقيما بصراحة. خلنا نقولها، ما كان في هجوم اليوم. يعني فعلا حمد الله كما تفضل أخونا ناصر، حمد الله هو الحل أعتقد في مباراة البرتغال. يجب على الرجراجي أن يحاول العب برأسي حربة، لما لا حمد الله، ويلعب معه إلى جانبه يعني لاعب آخر. فحمد الله هو الهدف الصريح الوحيد في الكرة المغربية، بالتالي حسابات أخرى الآن بالنسبة للبرتغال، لأن البرتغال ليس إسبانيا. أعتقد أن منتخب البرتغال أفضل بكثير من إسبانيا، لأنه فريق يعني لا يعيش حالة انتقالية عكس إسبانيا تعيش حالة انتقالية، وربما هذا يفسر جزء كبير من خسارتها اليوم وخروجها المبكر. طب كابتن ظفر الله، يعني انا كابتن ناصر عايز اقول حاجه، بس انا عايز اقول حاجه بس انا عايز اقول حاجه بس مهمه استاذ محمد. كابتن ظفر الله، بالنسبه لكره القدم الحديثه هناك حاجه اسمها ريكفري بتعمل للمدربين، وفي اخصائيين في اللياقه البدنيه بيقدروا يعملوه كويس جدا. العب 120 دقيقه وبتعمل ثاني يوم ريكفري، بيبدا من بعد المباراه. الريكفري ده بيطلع، انت عارف الاجهاد بيبقى على ايه؟ الاجهاد عضلي مش عصبي، لان انت اساسا النهارده بالعكس الجانب النفسي والعصبي عندك خد دفعه ايجابيه مش سلبيه بالفوز، لكن الاجهاد عضلي. العضلات دي المدربين واخصائيين اللياقه البدنيه بيعملوها، بيقدروا يطلعوا منها الفضلات، بيسموها في الكوره فضلات التعب، اللي هي حمض اسمه اللاكتيك اسيد، بيطلعوه بالمساج وبيطلعوه بالحمامات اللي هي التلج دي والمية الباردة والسخنة، وليهم طرق وفي أجهزة على أعلى مستوى بعض المنتخبات جايبها معاها وهي جاية بتعمل الكلام ده. فموضوع حجة اللياقة البدنية أو التعب ده مش موجود. ثانيا أقول لحضرتك حاجة، المباراة يبقى فيها إجهاد على منتخب المغرب، لو كان منتخب المغرب بيلعب هاتف يعني صد رد، يعني بيلعب مثلا إيه الهجمة بتيجي بيلعب بشكل مفتوح دفاع وهجوم، لكن منتخب المغرب واقف في منطقه جزاء اصلا، كان بيلعب دفاع منطقه النهارده، دفاع المنطقه ان انا استنى الفريق. لا بس شفنا، معلش يا كابتن ناصر، معلش كابتن ناصر، بس شفنا لعيبه كتير، شفنا كتير مغاربه سقطوا في الملعب وتعبوا وطلبوا بالتغيير. يعني يا فندم انا هقول لحضرتك حاجه، من في بعض الاحيان لما انت تكون بتعتمد على طريقه دفاع فهمتك الوقت. والله انا فهمتك، بس انا بقول اللي انا شفته في الملعب بتسقط متعمد. يعني النهارده يوسف بوفال يا كابتن ناصر، يوسف بوفال النهارده طالع، انت شفت النهارده اللقطه بتاع خروج اللاعب من الملعب عمل ايه الحكم فيه؟ الحكم جري وراه يقول له اطلع. ايوه بيزقه، بيزقه. ايوه طيب، خليني اروح لكابتن ظفر الله. كابتن ظفر الله، النهارده ابو تريكه في التحليل اللي بتاع الماتش قال يبدو ان وليد الركراكي قال انه سنترك السيطره للاسبان، واحنا هنمشي للسيطره دي ورا في الدفاع. يعني
دفاع منطقة، دفاع منطقة. خرج لاعب من المغرب قال فعلا زي ما قال أبو تريكة كده إن خطة المغرب كانت تقوم على إنه اتركوا للأسبان السيطرة وإحنا هنفشلها ورا. هنا بقى ده سيناريو ونجح مع الأسبان، لأنه كان بيقول أبو تريكة إنه لو الأسبان لعبت معهم ند لند مش تخلص، يعني هياكلوك أكيد. هنا بقى في سيناريو، هل تعتقد إن في سيناريو ماتش البرتغال على الكابتن وليد إنه يغير السيناريو ده إلى إنه يخطف هدف في الأول أو يخطف أهداف في الأول كما فعل في الماتش اللي قبل ده وبالتالي يريح نفسه، ولا يلعب بنفس الخطة دي؟ والله هذه سؤال يعني حتى لو طرحته على الرجراي سوف لن تجد الإجابة الشافية، لأن كل مباراة لها حساباتها. الآن هو راح يواجه منتخب البرتغال اللي هو أحسن بكثير من المنتخب الإسباني، وفيه لاعبين يعني بمقدورهم، شاهدنا يعني اليوم وليمة الأهداف، يعني 6 أهداف، وكريستيانو رونالدو لم يكن في حالاته، لم يكن في يومه. بالتالي المباراة المقبلة ستكون مختلفة تماما، يجب على الرجراجي الآن أن ينسى يفكر في مباراة البرتغال لأنها ستكون مختلفة من جميع النواحي. طيب عشان أنا بقول مختلفة يا كابتن زفر الله، بقول إذن تحتاج إلى سيناريو مختلف. السيناريو المختلف هو أنك أنت تخطف هدف وترجع. لا أعتقد أنه سوف لن يغامر، أعتقد أن الرجراجي سوف لن يغامر بهذه الطريقة، وهي طريقة اضرب واهرب على الطريقة الإيطالية القديمة بتاعت التيناتشي اللي أخذت بها إيطاليا كأس العالم، كأس العالم في إسبانيا. لا أعتقد أنه سيلعب بشكل متوازن، الخطوط الثلاثة بتكون متوازنة، لن يجازف كثيرا لأن المجازفة كثيرا مع فريق البرتغال، يتميز لاعبوه بالسرعة الفائقة، فربما تنكشف الخطوط الخلفية ويحدث ما لا يحمد عقباه. يعني شفنا اليوم يعني سويسرا كيف قابلت 6 أهداف بسبب أنها كانت تتقدم في محاولة للتسجيل، ولكنها 6 أهداف كاملة. حلو، أنا عجبني مصطلح وليمة الأهداف. كابتن ناصر، يعني أنا كابتن زفر الله يعني عمل لي مصطلح اللي هو أن أنا كنت أقصده، اللي هو إيطاليا كأس العالم في أسبانيا لما خالد كاس العالم بنفس الطريقة دي، وهي أنه بلعب دفاع بس أنا خطفت جون أو جونين وارجع ورا أقعد بقى لآخر الماتش. إلى أي مدى تعتقد إيطاليا؟ إيطاليا أنا يمكن الموضوع ده كنت في سؤال سابق كنت أقوله ونسيته. إيطاليا نجحت مع الاستراتيجية ده دي نتيجة أنه كان عندهم لعيب اسمه باولو روسي. باولو روسي طبعا خرجوا من السجن قبل البطولة، الله يرحمه باولو روسي، خرج من السجن قبل البطولة لأنه هم عارفين أنه يقدر يفرق مع الفرقة وأشرك في كأس العالم وتألق، كان عندهم لعيب بيخلص أمام المرمى. المغرب محتاج عشان يعمل الطريقة دي أنه يكون عنده اللاعب اللي يخلص في الهجمة، الهجمات القليلة اللي يجي لك دي تقدر تستغلها. اللي أنا عايز أقول لحضرتك عليه، أفضل طريقة من وجهة نظر الشخصية يلعب بيها الرجراجي مع البرتغال هي طريقته اللي فاز بيها على بلجيكا. ما هو ده اللي بقوله، بلجيكا ما هو ده اللي انا بقوله. انت لو تراجعت من اول المباراه هتتغلب، هتبقى زي النهارده، هيبقى في وليمه اهداف زي اللي قاله الاستاذ زفر الله، لكن انت عندك في مهاجمين شباب وهدافين شباب في منتخب في المنتخب البرتغالي زي كارلو راموس، ده عنده 23 سنه وجاب النهارده هاتريك، واخد دفعه قوية جدا انه ايه يفرتك الدنيا، لانه دلوقتي بقى الراجل بقى ينافس دلوقتي على هداف كاس العالم، يعني دلوقتي بقى ما شاء الله 3 أهداف بقى بعد ضمن يمكن زيه زي ميسي. فانا اعتقد ان لو لعب الرجراجي بنفس طريقة النهاردة هيبقى الامور صعبة عليه شوية، لان النهاردة اسبانيا كانت بتفتقد اللاعب الهداف، لكن واضح ان البرتغال بقى عندها هداف. بالاضافة ان في حاجة تانية، ممكن المباراة القادمة يستفيق رونالدو، ممكن، لأن في دفع دلوقتي وخدها منتخب البرتغال، يبقى نقف عند رونالدو، نقف عند رونالدو ونروح لأستاذنا الأستاذ زفر الله. أستاذ زفر الله، واضح مدى حزنك، لأن ده برضو خيب توقعك. أنت توقعت أن رونالدو هيستفيق في الماتش بتاع سويسرا، وبيني وبينك أنت عندك حق لسبب، لأن سويسرا فريق تعبان أصلا، فإذا أنت ما فوقتش على الفريق ده هتفوق على مين؟ مش تعبان قوي يا محمد. نعم مش تعبان قوي يعني،
لا يعني بس مش قصدي مش البرازيل مش 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 فرنسا يعني، انما فريق يعني على قد شويه يعني، يعني مش تعبان قوي. فالى اي مدى تشعر، انا شاعر من بدري من مانشستر يونايتد، ولما شفت الدوري الانجليزي شعرت ان رونالدو في غروب ايامه في الملعب، بينما لقيتك انت مصر على انه الفجر هيطلع بعد الليل، انا لسه مصر ان رونالدو دخل مرحله الغروب وتاكدت. لا لا لا, لا. اعتقد ان رونالدو يعني الحمض النووي بتاعه ليس هو من اللاعبين الذين يعني يقبلون سن الياس. اعتقد ان هذا اللاعب ما زالت له صولات وجولات اخرى، وهذه سحابه صيف عابره جدا، وسترى رونالدو الحقيقي، وربما رونالدو هو الذي سيحسم مباراة المغرب، وأقول ربما رونالدو سيحسم مباراة المغرب، وعلى الرجراجي من الآن أن يفكر في الخطة كيف يمكن تطويق وتحجيم الخطورة، خطورة كريستيانو، لأن كريستيانو هو الآن مثل اللاعب الجريح، حذاري من الجريح دائما. فالكبرياء يعني نعتبر ده أول توقع ليك النهاردة، أن رونالدو ربما يحسم، هو من سيحسم ماتش المغرب، أنه لاعب جريح ويريد أن يعيد اعتباره. وهؤلاء اللاعبين يعني هو وميسي ولاعبون آخرون، يعني هذه هي يعني فلسفته في كرة القدم. أنت لا أنت بص، أنا حسيتك من أول يوم يا كابتن زفر الله، أنت تميل إلى اللعيبة الموهوبة قوي العبقرية زي ميسي زي كيفن كيجن زي رونالدو زي بيليه، لكن غيري انا والكابتن ناصر، انا والكابتن ناصر ابص مثلا انا للمرابط مثلا اللاعب المغربي، انا اللاعب ده عجبني جدا جدا، عجبني جدا وبيفكرني، عجبني عز الدين وناحي 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 هو رهيب ده يا فندم، 22 سنة ده حاجه جميله جدا. انا شايفه افضل لاعب في المغرب بعد بونو طبعا. لويس انريكي قال كده، قال من اين اتى هذا اللاعب. كابتن زفر الله عايز تقول حاجه انت على اوناحي؟ اوناحي فعلا اليوم كان هو المفاجاه الساره، يعني لاعب نجده في كل مكان على كل كره، مقاتل، هناك مهارات فنيه، يعني لاعب يعرف ماذا يفعل بالكره، وليس يعني لاعب يريد ان يؤدي وظيفته وواجبه ثم انتهى الموضوع. فاعتقد ان اوناحي اليوم اكتشاف، هو معروف في المغرب، لكن اكتشاف يعني يمكن أن يبني عليه المدرب رجراجي بالنسبة لبقية المشوار. طيب ناخد بقى توقعات حضراتكم في الدور الثمانية. بس أنا قبل التوقعات يا أستاذ محمد عايز أقول حاجة بس. أناحي أنا ممكن أطلب منك طلب يا كابتن ناصر؟ ممكن أطلب مش اليوم ممكن أطلب بس ممكن أطلب منك طلب؟ مش عايز أتوقع. لا 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 لا, لا بالعكس بالعكس، ده طلب عكسي جدا. أنا عايزك الست اللي أنت متعاقد معاها على التوقعات دي تكمل معاها، لان هذه العرافه ما شاء الله وشها حلو على المغرب، فانا عايزك تتخن استمر مع هذه الست، استمر مع العرافه دي. انا متوقع المغرب يخسر عشان يكسب ان شاء الله. طب انا متالق من اول بطوله يا استاذ محمد. ايوه من اول بطوله انا شفت مباراه المغرب في الملعب، يمكن دي تشوفها في الملعب، وناحي ما بيمسك الكوره بتحس ان احد يعني الموهوبين كرويا بيلعب بيلمس الكره، بيعمل الكره اللي هو عايزه. وناحي ده بس عايز نادي كبير يلعب فيه ومدرب يوظفه جيدا ويدي ثقه في نفسه، مثلا زي فرقه زي ليفربول مثلا، هو دلوقتي بيلعب في انجيل فرنسي عنده 22 سنه، ده لو ما احترفش في نادي كويس بعد كاس العالم ده مش هيحترف ابدا، لان دي فرصه. ان هو دلوقتي كاس العالم ده عامل زي الباترينا اللي بتعرض فيها مواهب العالم كله في كرة القدم، وبعد البطولة دي عادة بتبقى في التعاقدات الشتوية أو الصيفية بتبقى في تعاقدات كبيرة مع النجوم اللي تألقوا في كأس العالم. أتمنى أن أناحي ده يبقى منهم، لأنه هيبقى أحد النجوم العرب البارزين، هيتفوق على زياش ويتفوق على ناس كتير قوي في منتخب المغرب لو احترف في نادي يناسب إمكانياته الفنية العالية جدا. طيب طيب خليني أسأل سؤال، هو بس يا كابتن زفر الله كابتن ناصر عشان ننهي بيه الحلقة دي قبل التوقعات، يعني نحن نريد الاستمتاع بكرة القدم، أنا أرى إن إحنا بعروبتنا وبحبنا للمغرب وبعشقنا للكرة العربية
تركنا أو تجاهلنا الاستمتاع بكرة القدم. يعني هل هذه كرة قدم إن فريق يلعب 11 وراء طول 120 دقيقة؟ أين كرة القدم؟ أين متعة كرة القدم؟ خلينا واضحين بس. وطبعا إحنا كلنا، وأنا متأكد مني، أنا واحد من الناس صوتي راح مثلا، أنا بايس للمغرب، لكن سألت نفس السؤال، أنا كنت بكره الإيطاليين في كرة القدم، يعني كنت لا أتمنى طول عمري لا أتمنى وصول فريق إيطاليا للنهائيات، لأني ما كنتش أشوف منه كرة قدم. طول عمري يقف ورا وبعدين يرمي كرة طويلة، حد يجري جاب جون خلص الماتش. وده اللي خلاني أقعد أقول أنا بتمنى البرازيل وفرنسا بيقدموا كرة قدم، حتى الألمان بيقدموا كرة قدم، لكن طول عمري أقول أنا ما بحبش الكرة الإيطالية، ما بحبهاش، بباولو روسي، بأي حد. السؤال الآن دلوقتي، أين كرة القدم؟ هل لو استمر المغرب يلعب بالطريقة دي إن شاء الله يصعد إن شاء الله، وبعدين إن شاء الله يلعب في النهائي، هل لو لعب بالطريقة دي ثلاث ماتشات الجايين أو الماتشين الجايين هنبقى سعداء مع تحقيق نتائج كويسة؟ هنبقى سعداء؟ في الواقع أمام منتخب بلجيكا المنتخب المغربي أبهرنا وأمتع، صح، هذه حقيقة. أمام كرواتيا درجة أقل، أمتعنا ولكن بأسلوب دفاعي، لكن اليوم أمام إسبانيا المنتخب المغربي لم يمتعنا، لم نشاهد كرة قدم بصراحة، خلينا نقولها بصراحة يعني. هو لعب بحيلة بذكاء على الطريقة الإيطالية التي كنا نتحدث عليها، يعني أنك دفاع حصين وتستخدم المرتدات وانتهى الموضوع، يعني ما عندك أوراق رابحة حتى تسجل هدف واثنين وثلاثة وأربعة زي المنتخبات الأخرى. طيب كابتن ناصر، أنا شايف أن كرة القدم يعني الناس تذكر مثلا أن إيطاليا فازت بكأس العالم 82 في إسبانيا، لكن ما فيش في دماغهم موضوع أن هم كانوا بيدفعوا الكلام ده كله. التاريخ يذكر النتائج ولا يذكر لا، أنا ما ليش دعوة بالتاريخ، ما أنا فاهم دي فاهم دي، والأغلب النتيجة أنا بتكلم على الأداء يا كابتن ناصر. أنا شايف، أنا شايف أنت تذكر منتخب مصر في 90 يا أستاذ محمد؟ لا أعوذ بالله، مش عايز أذكره. كان كده يعني، انت عارف ان طريق قانون كره القدم تغير بسبب عارف. والله كابتن علي رمزي قال لي قال لي خطه الكابتن الجوهري، ايه الخطه يا كابتن؟ قال لي ياخدوا الكره يديها لشوبير، ها، وكابتن شوبير يمسك الكره، يعني غيروا قانون حارس المرمى مع مين؟ لا ومع مين يا كابتن ناصر؟ مع ايرلندا، يعني مش مع دوله، مش مع البرازيل يعني. 20 دقيقه ايرلندا. نعم بص يا فندم، 20 دقيقه. بص، هو في حاجه، في حاجتين ضد بعض. لا انا بسالك انت، انت كمتابع كره قدم، هل يعني اذا استمرت المغرب بهذه الطريقه اللي شفناها النهارده دي، هل دي كره قدم تنتظرها؟ لا طبعا، لا طبعا، وعلى المحك كده ممكن تخرج امام البرتغال. انا وجهه نظري، وجهه نظري المغرب تلعب كره قدم حقيقيه بشكل وتخرج، مفيش مشاكل. لا يا فندم، انت على فكره هقول لحضرتك حاجه، لو انت لعبت بشكل متوازن، هو اللي بيهاجم ما بيدافعش، لا بيدافع، بس في نفس الوقت انا ابقى واثق في امكانيات لعبتي. على فكره امكانيات لعبت المغرب فيهم العديد طبعاً من اللاعبين. لا ما هو قال، ما هو كابتن زفر الله يا كابتن ناصر قال من شويه ابهرنا المغرب في ماتش بلجيكا، ابهرنا فعلا، قدم كره قدم حقيقيه على اعلى مستوى. انا هقول لحضرتك حاجه، لو جينا من بدايه من حارس المرمى، بونو افضل من حارس البرتغال، صحيح. ماشي، وراجل بيلعب في اشبيليه ومكسر الدنيا واحسن، واخد جايزه زاموره بتاعه اللي هي بتاعه اسمها افضل حارس مرمى، وناحي ده مفيش لاعب زيه في فريقه. طيب يعني احنا متفقين يا كابتن، متفقين ان حبنا وعشقنا وامنياتنا للمغرب انها تصعد نهائي كاس العالم، مش بس تعدي بالماتش الجاي، إنما كمان أنا شايف أن نكون منطقيين مع نفسنا. أمنيتي أن تقدم كرة القدم المغرب، قصدي كرة قدم حقيقية للعالم، أن إحنا زي بلجيكا كده، زي ما فعلت أمام بلجيكا. لكن أن أنا أقف ورا، والله أنا النهاردة كنت والله بأمانة يعني كنت عازر لويس إنريكي لو اتجنن، حتى يعني كرواتيا لو جاله هبل. أمام كرواتيا عملت مباراة ممتازة، وقدام كرواتيا، كرواتيا طيب. فريق قوي جدا. نرجع للتوقعات، نعود نختم بالتوقعات. هولندا والارجنتين يا كابتن ناصر، يا كابتن ناصر ماشي، هولندا والارجنتين. هولندا مش، ما اعتقدش ان هي تقدر يعني تصمد امام الارجنتين في ظل الدفع اللي واخدها. طيب يعني الارجنتين، ظل رغبه ميسي يعني الارجنتين، الارجنتين في الغالب هي اللي هتفوز بهذه المباراه يعني.
طيب ارجنتين اقول لحضرتك حاجه، النهارده انا سالت نجوم كبيره كتير من ترشحون للقب، قالوا لي البرازيل، وفي بعضهم قال لي البرازيل واتمنى الارجنتين عشان ميسي. طيب منهم كابتن محمد ابو تريكه نفسه يعني. فالبرازيل والارجنتين دول موجودين اي مباراه. طيب عشان بس ناخد التيك ده كده، ناخده زي ما هو، هولندا والارجنتين كابتن ناصر ترشح الارجنتين. نعم. كرواتيا والبرازيل. البرازيل قولا واحدا، كرواتيا كفايه عليها كده، كرواتيا وصولها للمرحله دي انجاز. بتعجبني الثقه، بتعجبني وبتديني مؤشرات كده على مستقبل غامض. ماشي. انجلترا وفرنسا. انجلترا وفرنسا ماتش متكافئ، وان كنت اتوقع ان فرنسا تحسمه. ليه ماتشات حلوه؟ بص احنا هنستمتع. المغرب المغرب نستمتع. والبرتغال. الماتش اعتقد في ظل اللي احنا شايفينه دلوقتي والدفع المعنوية، المغرب لو لعب بنفس طريقته النهارده ممكن يهزم. لو لعب بطريقه الماتش بلجيكا اللي هو بتاع بلجيكا او حتى كرواتيا اللي اتعادل فيه سيفوز على يعني على اديني حل. يعني انا بقول لحضرتك الطريقه هي اللي هتحدد، يعني يتوقف على الطريقه اللي هيلعب بيها المغرب. طيب المغرب لو لعب بطريقته اللي احنا كلنا شفناها وعجبنا بيها امام بلجيكا، بلجيكا فريق مش قليل، صح، امام كرواتيا هيكسب المباراه، لان صح. لان خبال حضرتك النهارده مباراه البرتغال. خليني اروح لكابتن زفران الله وارجع لك. كابتن زفران الله، وانا بقول الماتشات لكابتن ناصر، انت يعني وقفت قليلا امام ماتش انجلترا وفرنسا وعملت تعبير بوشك كده كانه يعني كنت لا تتمنى انهم لا يلتقوا، صحيح؟ نعم فعلا. طب. لانه فخاري كسر في بعضه. خايف ايه؟ لانه فخاري كسر في بعضه. فخار بيكسر في بعضه. كنت تتمنى الا يلتقى الاثنين دول في الدور ده؟ اتمنى ان تؤجل هذا الصدام الفرنسي الانجليزي. لماذا؟ لان منتخب انجلترا ايضا لا نريد ان نخسره، لانه منتخب جيد، منتخب ممتع، يلعب كره، فيه لاعب اسمه هاري كين، وانا من عشاق هذا اللاعب يعني. ومن الناحيه الاخرى في مبابي ايضا. يعني انا وكابتن ناصر امتعضنا او ما ذكرت اسم هاري كين. اوكي اوكي، خلينا ناخذ من الاول فرنسا وانجلترا. ما انت تتوقع يا كابتن زفر الله؟ اتوقع كفه فرنسا ارجح لسببين. السبب الاول انها حامل اللقب، تدخل هذه المسابقه وهي حامل اللقب، والسبب الثاني ان لديها قوه هجوميه مرعبه، هي الاقوى في البطوله حتى الان. هذا الثلاثي مبابي جريزمان وجيرو، ولديها حارس ممتاز وهو إيلوريس، ولديها خط وسط ممتاز. فالانجليز فريق كويس ولكن لم يختبر حتى الان. هذا يكون اول اختبار بالنسبه لي. انا ارى ان فرنسا الاقرب. أنا بحييك على تقييمك لأن إنجلترا لم تختبر حتى الآن. طيب ماتش المغرب والبرتغال برضو نرجع لقصة 50-50 يعني. عجبتني. إذا المغرب هتلعب بنفس الأسلوب وتسكر ممكن تمشي معاها، لكن ما كل مرة تسلم الجرة. يعني حكاية أنك تعمل دفاع حصين ولا تجازف الهجوم، ولا أعتقد أن السلاح ذو حدين. يعني أنت ممكن تأخذ هدف هدفين وفي الحالة هذه ينهار الدفاع وينهار الفريق. أنا أتصور أن الرجراجي ربما هذه المرة يخرج وصفة أخرى من التكتيك تختلف عن وصفة المباراة أسبانيا اليوم. يعني مراكو المغرب والبرتغال أنت تتوقع 50-50. نروح لكرواتيا والبرازيل. البرازيل وليس لدي أقوال أخرى. أيوه. هولندا والأرجنتين. كفة الأرجنتين تبدو أرجح على فكرة. هي هذه مباراة وراها قصة ثأر في 78 في المونيمونتال ستاديوم في بوينز أيرس. كانت هناك موقعة تاريخية بين الأرجنتين وهولندا. هولندا بجيل يوان كرايف المعروف ونيسكانز وكرال ولاعبون يعني لن يتكرروا اليوم، ومقابل يعني لاعبين لم ينساهم التاريخ الآن. 78 في الأرجنتين، وفازت الأرجنتين 4-2 بعد تمديد الوقت. أعتقد أن نعم 4-2 في النهائي. أعتقد أن كفة الأرجنتين أرجح
على الاقل من الناحيه النفسيه. يعني يعني تبقى لكلامك كده كابتن كبير، هولندا ليس منتخب كبير، هو منتخب عادي. تبقى لكلامك كده فانت تتوقع ان دور الاربعه يبقى فيه الارجنتين والبرازيل وفرنسا و اما برتغال او المغرب. المغرب. وتبقى لكلامك يا كابتن ناصر فانت تتوقع نفس الكلام هولندا، توقع هولندا وكرواتيا. لا هولندا ايه، لا هولندا لا، هولندا بره هولندا. انا قلت 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 الارجنتين تفوز، البرازيل تفوز، قلت ان فرنسا تفوز، قلت ان الماتش بتاع يعني 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 احنا يعني حضرتك 50 50 يعني حضراتكم متوقفين المقعد الخالي بس ومقعد البرتغال والمغرب. احنا نتمنى انه المغرب يفوز، لكن المغرب لو لعبت بنفس الطريقه انا مختلف فيها مع الاستاذ زفر الله، هتهزم. الفريق البرتغالي النهارده عمل حاجه في المباراه خلصها من الشوط الاول. النهارده هناك يعني لعبه مفصليه كانت في الدقيقه 37 تقريبا لفريق سويسرا، لو كانت جت جول والماتش خلص 2-1 الشوط الاولاني كان ممكن الماتش ده ينقلب في الشوط الثاني، لكن الفريق البرتغالي طلع من الشوط الاول 2-0 خد خلص الماتش. انت عندك لو انت تراجعت، لو انت انا متفق شويه مع كابتن ناصر يا كابتن زفر الله انه على وليد الرجراجي انه يغير الطريقه دي، لانه يعني اولا انت عندك رونالدو في فريق البرتغال وعندك البديل اللي نزل مكانه النهارده، هذه اللعيبه هتخلص ماتش مش هينتظروا كره عاليه او كره ضايعه او كره يتيمه، لا دي لعيبه بتعرف تخترق وبتعرف تخلص. اعتقد يعني اعتقد انت شفت الشراسه النهارده، الشراسه اللي جاب بيها جول بيبي وهو بيلعب بكره بالهيد، منتخب شرس في الهجوم. لا وبعدين انا اخشى من حاجه كابتن ناصر كابتن زفر الله، اخشى من ان هم بسكويت شويه، اخشى من فكره ضربات الجزاء. يعني ممكن ترتكب ضربه جزاء داخل ماتش من رونالدو مثلا، حد يرتكب رونالدو بيعملها صح ورونالدو بيعملها صح جدا، فانت هتشيل من بدري. يعني فكره انك تقف 12 واحد ورا دي انا اتمنى ان ما تتعملش تاني. اتمنى على اي حال هننتظركم ان شاء الله. حاجه يا استاذ محمد مهمه جدا، اتفضل. انا دلوقتي النهارده اهو هلعب معاك بعد 3-4 ايام وبعمل ماتش النهارده، انت بتبقى بتشوفني، انت عارف الماتش النهارده ده هيتعمل فيه ايه، هيتاخد كده مع الجهاز الفني والمحللين في كل فريق في حاجه اسمها محللين. أيوة. بيبقوا عددهم 3-4 وساعات اكتر، دول مهمتهم الوحيده يدرسوا اخطائك في المباريات. صحيح. ويدرسوا اخطاء غيرك. صحيح. دول هيقعدوا يدرسوا فريق المغرب وتوقعهم اللي انا متخيله، يعني ان هم هيبنوا خطتهم على ان المغرب هيلعب بنفس طريقه اسبانيا، لان يعني الرجراجي طالما نجح امام اسبانيا يقول لك هنجح امام البرتغال، وللاسف شديد انا متوقعه يعني. وانا زيك، انا متوقع زيك واتمنى انه لا. كابتن زفر الله كلمه اخيره ليك قبل ما نختم، هل تتوقع يعني زينا كده ولا انت مختلف؟ الليله في انا كنت في سوق واقف، كان هناك حوالي 40 إلى 50 ألف مغربي وعربي يحتفلون بهذا الفوز الكبير اليوم، والدوحة لن تنام الليلة، وشهدت التضامن والتعاطف العربي، كل جنسيات تحمل الأعلام المغربية، والكل يتمنى أن يكون هذا المونديال العربي فعلا يعني قولا وفعلا يعني الكأس، يعني تدخل خزائن العرب لأول مرة في التاريخ. طبعا هذا حلم، ولكن خلينا نحلم أحلام اليقظة. خلينا بشكرك جدا أستاذ زفر الله مراسل مجلة فرانس فوتبول، بشكرك كابتن ناصر الحكم الدولي السابق، بشكرك جدا، بشكركم جدا، وإن شاء الله نحتفل سوا بصعود المغرب، ونحتفل سوا بقى لأول مرة بتوقعاتكم، لأن أنا عايز الأرجنتين وعايز فرنسا وعايز البرازيل، وإن شاء الله تبقى معهم المغرب. بشكرك جدا، بشكركم جدا. دي متعة كرة القدم الفرق دي، والنهارده هو من أسوأ الحاجات انه ممكن تصطدم الارجنتين بالبرازيل في قبل النهائي، ده نهائي مبكر جدا، لان هم كل الترشيحات انا ما قابلتش نجم الا ما قال لي الارجنتين او البرازيل. انا بقول لكم النهائي هيبقى فرنسا والبرازيل، انا بقول كده، ده توقعاتنا. انا متوقع كده، جايز تطلع غلط، جايز تطلع غلط وامسكوه عليا. انا متوقع ان فرنسا والبرازيل أخيرا. أنا في كأس عام 2018 توقعت في قناة الجزيرة
ان منتخب فرنسا سيفوز باللقب قبل يمكن طيب. منتخب فرنسا وفاز باللقب. طيب انا اعتقد البطوله دي لن تخرج بين البرازيل وفرنسا. البرازيل طيب. كابتن زفر الله كنت بتقول حاجه قبل ما تختم، كنا بنقول حاجه لما يعني اعاده لسيناريو نهائي 98 بفرنسا في استاد سان دوني، وتلك يعني الذكرى يعني السيئة التي يحملها رونالدو الفينومينو الظاهرة عندما اصطدم بلاعب فرنسي في الدقيقة 17 ولم يكمل المباراة، وخرجت البرازيل مهزومة 3-0 في أقصى هزيمة في النهائي يعني. أيوة. بالنسبة لأن هزمت 7. لا يعني أنت متوقع زي كده أنها تبقى فرنسا والبرازيل؟ ممكن جدا، ممكن جدا، ليش؟ بشكركم وإن شاء الله نشوفكم في حلقة تانية. بشكرك جدا يا فندم، بشكرك كابتن ناصر، بشكرك كابتن زفر الله، بشكركم جدا. على أي حال إحنا انبسطنا جدا، إحنا سعداء جدا بفوز المغرب، سعداء جدا بأن المغرب أسعدت الشعوب العربية كلها من المحيط إلى الخليج زي ما قال كابتن زفر الله. 50,000 كانوا في سوق واقف في الدوحة بيحتفلوا بفوز المغرب. أنا كنت بتفرج على الماتش لوحدي النهاردة، وكنت قاعد لوحدي مش معايا حد، معيش حد احتفل معاه، لكن حقيقة الأمر للأمانة يعني صوتي اتنبح وأنا مع ضربات الجزاء. كنت سعيد جدا وأنا بشوف اللعيبة المغاربة بيسجلوا. عشان كده لازم أقول المغرب والفريق المغربي، امتعنا الماتش الجاي، حاول تمتعنا كورة، وحتى لو خرجت، حتى لو لم يقدر لك الفوز في ماتش البرتغال مش مهم، انتوا أبطال وأسعدتونا النهاردة، قدمونا بقى كرة قدم زي بلجيكا كده، وصدقوني سواء كملتوا أو خرجتوا فرحتنا هتبقى واحدة. تحية لأسود الأطلسي، وتحية للشعب المغربي، وتحية ل 24 فرد في فريق المغرب. أحيوا الأمل والحلم عند العرب كلهم. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.